ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ ايه يا اكرام؟ كل شوية هتخضيني كده، موبايلي بيرن. ايه ده؟ جه منين ده يعني؟ ها؟ تليفون، تليفون يا اكرام. ايه ده برضو؟ هو انتوا لما كنتوا بتحبوا تكلموا حد ويكون بعيد كنتوا بتعملوا ايه؟ كنا بنبعت له شخص برسالة، رسالة يقراها عادي كده يعني. احنا بقى استبدلنا الشخص اللي بوسالة ده بالتليفون، جهاز كده بيخليك تكلمي اللي انت عايزاه من بعيد لبعيد، يخليك تكلمي الشخص اللي يجي على بالك وتسمعي صوته. ايه ده؟ يعني ممكن نكلم سعد؟ يا دي سعد، يا دي سعد، يا ستي سعد ما عندوش الجهاز ده عشان يرد علينا اصلا. طب ممكن اسمع الصوت اللي هتكلميه؟ ماشي، قولي الو. الو الو، ده رد من بعيد. خلاص تمام يعني، مبسوطه يا اكرام؟ لا تمام، حلو قوي الجهاز ده. طب عايزه افهم منك بقى حاجه مهمه قوي، هو لما عمل كده في المسلمين أمال الديانات الأخرى حصل معاها إيه؟ عمل إيه الحاكم بأمر الله مع الديانات التانية؟ طب صلي على النبي يا ستي. بصي بقى، بالنسبة للنصارى مثلا، المسيحيين يعني، أولا طلب إنهم يكونوا متعلمين، يعني يلبسوا صليب خشب كبير فوق لبسهم، كان تقيل قوي قوي يعني بصراحة، ومنع تجديد الكنائس بتاعتهم مهما كانت محتاجة تتجدد، وهد بعضها كمان، وحرق صلبان بتاعتهم كتير جدا. ليه كده؟ وبعدين كملي. منع صلاتهم وأدعيتهم، وسنة يمنع العيد وسنة يرجعه، ومنعهم كمان من الوظائف الحكومية، وشوية يسجنهم وشوية يخرجهم من السجن. يعني لما الناس تعبت قوي قوي ومحدش كان قادر يعترض أبدا أبدا.